ياهي من انطلاقة، ياهي من تحدي. الله الله الله، باحثة عن أغلى رموز هذا المساء، باحثة عن الناموس. يا هذا الرمز الغالي على ثالث المراكز. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زالت ميادين سباقات الهجن تزخر بالعديد من المشاركات والمسابقات، ولا زال المضمر يقدم أقصى ما لديه من قدرات لتحقيق الوصول إلى المنصات. أهلا بكم من ميدان ولاية ثمريت وحلقة جديدة من برنامج المضمر. على مدى 20 عاما كرس المضمر علي بن سالم الكثير جهده للاهتمام برياضة سباقات الهجن، أخذت جزءا كبيرا من وقته وأعطته الكثير من فوائدها، وهو نموذج للكثير من الشباب العماني الذين حافظوا على هذا الموروث الأصيل. الحمد لله رب يدي الموروث ذي، يعني من قديم احنا فيه، يعني قدنا من يمكن 20 سنة احنا من عدنا اطفال واحنا موجودين في ذي الرياضة. اول كان المركاض متوايد في ولاية صلالة، وكنا نركض هناك، كنا ركبية اول. الحمد لله ربي المركاض انتقل سوهن الدورة في ولاية تمريد، وانتقل لي مركاض إلى ولاية تمريد، تمنا نركض الحمد لله ربي في تمريد، وتطورت من مركاض تمريد، من استواي مركاض في تمريد تطوروا هالركاب كله، الاستواء يبيع بيعات شيء في السلطنة وشيء خارج السلطنة، الحمد لله ربي والتوافيق عند الله سبحانه وتعالى. وتقول الحمد لله ربي دحين تطور السوادي اللالي يوم جينا هنا تمريد، طني سنة واحدة الركبية عقبها صار اللالي، من اللالي دي الحمد لله ربي فالوا الأطفال والصغار ذا من الركوب، أول كان يطحون وتعرف أنت ليتي يتعور، الحين من اللالي دي الحمد لله ربي وسرعة الركاب تغيرت، أول كانت فوق وزن ثقيل، الحين وزن خفيف صار كيلو ونص يمكن اللالي. الرئيس له اهتمام كبير في المجال دي، أول ترى الحاشي من يجيك صعب، يدربون أول شهر يعلمونه الخطام، يعلمونه كيف القود في الكليسة، وتالي يخبونه أول مشي يعطونه شيء من 20 يوم مشي، وتالي يخبونه تكسب الياغة، وتالي استويت لها التفاحيم يعطونه قتها الطعم، قت
يعطونه بقياس، الشعير يعطونه بالكيلو، حتى الماء اليوم أصبح بالكيلو، وفي فحوصات للناقة يفحصونها في مختبرات، يعرفون وش الناقص فيها، ناقص حديد، مرتفع حديد، دم ناقص، مرتفع دمها ناقص، يعني يعوضونها فيتامينات، يعوضونها باكلات يعني مثل العسل، مثل اللبن، مثل الخبز، يسوونهن مع العسل وذي يعطونهن. صبحت الحين الرئيس الحشاوين والحقايق يهتمون بهن أكثر من عيالهم، يوفرونهن كل المطلوب. والله التكلفة مش بسيطة الحين، أصبح الراكل أصبح مو مثل الأول، يعني كل سنة الراكل غدي أصعب، يعني بغيت تنتهلك الطعم يمكن الناقة شهريا يكفيها فيها 200 ريال، 250 ريال كالناقة يعني شهريا، يعني مصروف مش بسيط. غير الدخل الحين عندنا هنا الدخل يعني قليل، يعني تحصله سيارات ما كان في الدول الخليج برا، يعني دعم أقوى، يعني واحد يملي عنده ناقة سبوق يستفيد منها أكثر، يعني في السنة يدخل منها 30,000 40,000، هذا قويزها ريال عماني برا، وما كان عندنا هنا في عمان. يعني إن شاء الله نقول حنا إن شاء الله فيها حكومتنا إن شاء الله فيها الخير. في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار كغيرها من ولايات سلطنة عمان التي يهتم أبناؤها بالإبل، تنتشر عزب إبل السباق، وفيها يقوم المضمر بالعديد من الأعمال اليومية التي تكلف الكثير من الجهد والماء، سعيا للحصول على فوائد مادية مجزية تساعده على الاستمرار في هذه الرياضة. هو الأساس العزبة الركل الانتاج، إذا أنت اهتميت بالانتاج، الانتاج عندك ناقة طيبة تروخها لبعير طيب منتج فيه مزمول موجودين في الديوان في مسكت في الفلج موجودين، في زمول في الأبيض، في زمول هنا عندنا في ثمريت منطقة، يعني إذا لم تروخ الهم تجيبك الطيب يجيب طيب. وفي في الإمارات تروحون بالإمارات مختبرات فحول منطقة. الإبل هاي أهم شيء السبوق، يومتين ترى الحين إحنا نقبل ضال الحشاوين نقبل عليه 30-20 نطلع منهم وحدة ثنتين سبق، هن الثنتين ذالا إذا الله حط فيني بركة الثنتين ذالا هن تغطيني مصروف كله. هني في شباب حد يبيع عليه 660,000 ريال عماني، حد يبيع عليه 50,000، حد على 20,000، الحمد لله ربي البيعات مستمرة. غير الدعم إن شاء الله بين، والله تفحيم الليبل ما كان الفطايم ذا لأول مرة ميوم يقبلونه يفحمونهن على 500 متر، وثاني مرة 700، ثالث مرة 800، توصلون للكيلو، من يوصلون للكيلو يركبونهن اللالي هذا مش رديات بدون علي، من يوصلون للكيلو يردون يركبونهن من 800 ويركبونهن من كيلو، يشردونهن من كيلو 200 يردون يركبونهن من كيلو، وعلى تدرج مشان ما ترتفع عندها عضلات أو إنزيمات كبد، يعني تدريجا توصل لمسافة اللي يبغوها مني، حتى شهر شهرين الحقائق الفطامين ترتفعني إلى 1.5 كيلو والحقائق ترتفعني إلى 4 كيلو. السلال المحلية ياك شاهين، ياك سراب، ياك صوغان، ياك مصيحان، ياك لبيان، هذه السلالة المحلية والأكثر شيء اللي موجودة. أماكن المهجنة يعني تحصل في العزب قليلة، وما كان من ناحية الاهتمام يعني الاهتمام الحشوانة ركاب الركل اهتمامهم كل يوم الصبح العصر الظهر الساعة 10،
يعني اللي موجود فيها موجود عندنا 24 ساعة. والله احنا من الصبح من الثور من الساعة 4 الصبح يجي هنا يعطونهم قتن يعطونهم شعيرهم والصرحن يوم عقبي مسرح يوم تردين مني عقوا من هنا قطية اللحاف عقوا من هنا الغطاء عقوا من غطاء انتظروا الساعة 10 الساعة 10 عطوهن ماهن غسلوهن ردوهن لبي بيت ربطوهن الساعة 2 يا المعشى عشوهن الساعة 2 عقب معشى ردوهن هنا ربطوهن حتى الساعة 3:30 أنا عقب لكن لازم تهضيم يخلون الساعة 9:30 روحوا بهن المسلاح سرحوهن ردوهن العزب هنا يوم تردين من المسلاح العصر يوجد الرصاق يرصقونهن مشان ترتاح أنا أكثر الرصاق موجود هو يرصقونها لأن الحين مربوطة في البيبة الناقة ويوم وقتها كله مربوط في البيب يوم ترد من المسرح العصر خلاص ما عاد عندها أكل حتى الصباح يرصقونها في الرصاق تنام عليه مرة أنا الحين تبات لي لها واقفة يرصقونها تنام تا الصبح الصبح يردونها للبيب. ميدان سباق الهجن بولاية ثمليت تقام عليه العديد من السباقات على مدار العام يشارك فيها مضمرون من مختلف ولايات سلطنة عمان ويمثل هذا الميدان وغيره من الميادين مكان الاختبار للمضمر ففيه يكون التحضير للسباق ثم الانطلاق وبعدها إعلان النتائج وتتويج الفائز. طلعون الساعة 4:30 الصبح يجهزون هناك في العزبة يودون علينا يحطون فوق الشداد الحصرة والمحوي والفوطة ويطلعونها من هناك الصبح توصلن هنا يعني 6:30 يحطون فوق اللاليات ويقدمونهم التحضير كما العادة توجد هنا التحضير يرقمونهم بالفليتات والأسامي المطية يكون عند المذيع الشوط الأولي أبكار الشوط الأولي قعدان واللي خلفي وعقبها يتبعون 6 أشواط 3 أشواط أبكار و3 أشواط قعدان اللي يركبون لها بطارية من تحت يشرشونها لها بطارية ويركبون لها سماعات يكون عنده نداء الصوت يشغل اللالي يشتغل على طول شفت والأوامر تكون عنده بغى يضربها 1، 2، 3، 4 يعني على كيفه الجهاز موجود عنده وطريقة اللالي صبحت اليوم سهلة الحمد لله ربي أفضل من الأول. والله الميدان أهم شيء يكون موجود أرضيته تكون زينة يكون فيه تشينات دي تشين اللي على البداية هذا البداية والحمد لله رب التسهيل كلها موجودة اللقان هم تنظمنا الرئيس والمركاض ومركاض ثمريد يعني قديم له خبرة في مراكيل وفي زحمة الركاب والحلال اللقان عندها خبرة. والارضيه زينه احنا الارضيه هنا كابسينها مش الارضيه الطبيعيه الاوليه يعني يعني كابسين يبيل هي تراب لين مشان ما يعور الركاب ولا يعور دي والامور كلها طيبه الحمد لله رب. عندي صعوب مدخل 3 قعدين والتوفيق عند الله ان شاء الله. والله يفكر المركز الاول كليه يبغيه المركز الاول شفت غير نصيب هناك والتوفيق وصحه الناقه لها دور كبير الصحه لها دور كبير المضمر يدي اللي عليه ويباقي على المطيه روحها صحتها والله اعمارها من تحت السنه سنه وثلاثة شهور سنه واربع شهور هذا يكون اعمارها يسمونها فطيمه والحقائق 2 والمضارب 3 سنوات
واللي يداع 4 سنوات والله مشاركتهم طيبه الحمد لله ربي. هل تميد مشاركتهم طيبه وعندهم حلال ويشترون مشاركتهم طيبه الحمد لله ربي. بعد انتهاء السباق وعلى منصة التتويج يبدأ المضمر بحصاد الجوائز التي حققها وهي اللحظة التي تشعره بالفرح والسعادة، وليبدأ بعدها في عمليات التفاوض من أجل الحصول على أسعار بيع جيدة للإبل الفائزة التي يملكها. والله دي أهمية عندنا على تمريد خاصة الرئيس والاقتصادية شيء كبير لهم، يعني في مائحة كورونا يموقف الركل أصبحت عندهم أزمة اقتصادية كبيرة جدا. ما قال الحمد لله ربي الأزمة اقتصادية دخل عليك ما دخل سيارات ما دخل مالي في الدولة وخارج الدولة شفت، والأمور كلها تيسر الحمد لله ربي. ناموس ما علقوا الرجال يشترونها بملايين. الناموس أهم شيء هو الناموس، يوم جاء الناموس التعب والشدة والخسارة كلها راحت، أهم شيء الناموس الحمد لله. رحلة الشوط الرئيسي للجعدان الحجايج وانطلق شرط بالأمتار الأخيرة والملاحقة من شاهين، شرط علي بن سالم بن عامر الكثيري، أيضا هنا شاهين على المركز الثاني، خالد بن حمد بن حميد الحمسي. لمن نقطة الشوط الرئيسي للجعدان، شرط هو الأقرب من النهاية. أيضا علي بن سالم بن عامر الكثيري من يقدم بهذا الأداء بهذه الاندفاعات الجنونية بالأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لعلي بن سالم بن عامر الكثيري بمناسبة فوز شرطة بالمركز الأول الشوط الرئيسي للجعدان الحجايج. هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية من ناحية القوايز. أهم الحجايج والقاية والإيداع والثنايا والحول، هذا القوايز اللي تكونون أكثر، ما كان الفطامين يكون قوايزهن شوية قليلة، ما كان أكثر شيء الحجايج والقاية، قوايزهن تكون كبيرة هنا في الدولة وفي مراكز خارج السلطنة، كلهن سيارات كلهن قوايز أكثر، وما كان الفطامين تكون قوايزهن رمزية بس. والله بعد ركض بيع الشراء ترى اللي تسبق وتجيب على التوقيت أكثر شيء، والسلالة الناقة حصلها والتوقيت، هي توقيتها أفضل هي اللي تبدع، والسلالة لها دور كبير يعني في الركض. والله الحمد لله رب السنة دي بتاعنا عليه 20,000 ريال عماني، مالت سنة ونص 20,000 30,000، بكرة بتاعت 40,000، وهذا القيمة 10,000، فيه باعوا بعض في الإمارات يعني على 1,100,000 ريال عماني، حد على 80,000، بحال طيب الحمد لله ربي. الموسم ما يخلى، لازم حد يبيع 2-3-4-5. والله صرف وايد في ركاب الرئيس، فيه صرف وايد غير الحمد لله ربي، تعوض البيعات القوية تعوض، يوم يبيعون بيعات قوية على 30,000 ريال عماني 40,000 ريال عماني، بعد شيء توصلني إلى 100,000 ريال عماني تعوضا، ولا جابت مكسب سيارة يعني ثمنها 10,000، هذا العوض اللي تعوضا ما فيها خسارة. والله احنا نتمنى الدعم، وخاصة الدعم اللي يكون لهالتمريد خاصة، هذا يخدم المنطقة كاملة، يخدم الشباب يتشجعون الصغير والكبير يحصلون فائدة ويتشجعون، أهم شيء الدعم. يوم يوقف الدعم كل شيء يوقف، ما كان من الدعم يجي المنطقة تتطور، السوق يتطور، الفنادق تتطور، كل شيء تتطور، استوي زحمة، جيل الشباب يهتمون جدا بالرياضة دي لأنها محبوبة عندهم. عندنا احنا أطفالنا من يطلعون من المدرسة سيدها راحوا العزبة، من الساعة 2 موجودين في العزبة حتى العصر، ولا الاهتمام الرياضة دي يحبونها محبة، ومنها مكسب مال، مكسب مادي، والحمد لله ربي التوفيق كلها عند الله سبحانه وتعالى.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامج المضمر اللي كنا فيها معكم من ولاية ثمريت. نتمنى هكذا أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة وفي ولاية أخرى من ولايات السلطنة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.